صباح الخير سلمى. صباح الخير نور. صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية وصباحنا غير. رحلة جديدة بنترافق فيها معكم. أكيد جو برا شوية برد، بلشت العاصفة اللي عم يحكوا عنها من يومين والمنخفض. قريت مبارح أنه السرعة رح تكون تقريبا 80، يعني تقريبا هلا سرعة هواء كأنه حدا ماشي على سرعة 80 تماما. بس قالوا انه المنخفض لازم يبلش من الثلاثة، ما شفنا منخفض قوي، هلا رح نشوف يمكن اليوم بداية للمنخفض القوي. تقلوا لبس وانتم طالعين قبل ما تطلعوا من البيت وديروا بالكم، تمسكوا منيح. اكيد سلمى، اليوم رحلة صباحية جديدة، نتمنى هنهار يحمل الخير والبركة والرضا والدفع بقلوب الناس. اكيد اليوم عندنا مواضيع متعددة وفقرات منوعة. اكيد بداية صباحنا لليوم رح نتعرف الحوار الأسري، يعزز التقارب والروابط والثقة. لحل مشكلة التنقل والاحتكاك المباشر ضمن جائحة كورونا، ابتكار روبوت متحرك يعتمد تقنية سلام المرئي. وضمن صباحنا أيضا علاج الأورام وتجنب مخاطر الآثار الجانبية أثناء العلاج. وفي الختام الرادع القانوني لوقف العنف ضد المرأة. ما هلا نور رح نبلش اولى جولاتنا ببعض الاخبار المنوعه حول العالم، غريبه وطريفه وبعدها لاقى صدى على السوشيال ميديا. خلينا نتعرف التقرير التالي. بدايه اخبارنا المنوعه من اجواء الميلاد يلي بدات ترسم ملامحها بعدد من دول العالم، والى سوق الميلاد في مدينه ستراسبورغ الفرنسيه الذي شهد اقبالا كثيفا من الزوار رغم استمرار جائحة كورونا وارتفاع الإصابات. أجواء من عيشة بها المشاهد. للوهلة الأولى قد تظن أن هؤلاء الأطفال من لحم ودم، لكن في الحقيقة هم مجرد دمى. استطاعت الفنانة البرازيلية أنا باولا أن تتقن صنعها بدقة وتضفي بصمة طبيعية على ملامح الدمية كشعرها ولون الجلد والملامح حتى تبدو وكأنها بشر بملامح أقرب للحقيقة. الختام مع هذه المشاهد لأصغر متزلجة في العالم، وهي طفلة صينية تبلغ 11 شهراً تحولت إلى نجمة على شبكات التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو يظهر مهارتها في التزلج على الجليد.
كنا عم نتابع مع بعض الأخبار المنوعة، عم نحكي تحت الهواء، لفتنا بعض الأخبار. شو أكثر شيء لفتك سلمى؟ حبيت الفكرة تبع الدمية، قديش حلوة وقديه طالعة متقنة لدرجة عن جد بتحسيها أنه حقيقية. بتحسي الولد رح يحكي، يعني حتى بتحسي البلاستيك مش بلاستيك، بتحسي أنه الجلد الطبيعي مثل الجلد الطبيعي تماما. كان في تجربة أخرى كنت عم أحكي لك عنها بأمريكا، عملوها للأمهات اللي فقدوا أطفالهم الرضع كمان بنفس الطريقة، يعملوا الشخصية نفسها كأنه هو الطفل، تحسي لوهلة رح ينطق. صحيح، ويمكن هاي التجارب الفنية حلوة والأحلى لما بتكون لها رسالة. صحيح، مثل ما قلت يعني في شفنا بكتير حتى بدول العربية، دول اللي عانت من مشاكل، قديش كان الفن هو بوابة لحتى يمكن نحفظ بالذكريات الأشياء الجميلة. صحيح، اللي تعرضت للتخريب أو الدمار أو حتى إعادة الإحياء والتدرس. وهي رسالة كل الفنون. وكنا عم نتابع كمان الطفل الصينية، انا مستحيل حلوة يعني مستحيل اقدر اتزوج هيك وقديش صغيره يعني. شوفي، ونوعا ما فينا نقول الصينيين يعني عندهم ابتكارات خارقه، حتى هن الكبار والصغار تبع الاطفال تاخذ صدى كثير كبير على السوشيال ميديا، وخصوصا لما بيركبوا لها مثلا غنيه او بيركبوا لها نكته، فبتلاقي لذيذه مهضومين الصغار. كان معنا اخبار طريفه وجميله لليوم، خلينا ننتقل لمادتنا التاليه ونتعرف سلمى على اهم الاحداث يلي تسجلت بمثل هاليوم بالماده التاليه. اليوم 2 كانون الأول، كثير من الأحداث بتمر بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. بمثل هاليوم من عام 1925 بينيتو موسوليني يتبنى الفاشية في إيطاليا لتحل محل الديمقراطية. بعام 1956 فيدل كاسترو يصل إلى كوبا على متن قارب بعد حوالي عام قضاه في المنفى بين المكسيك والولايات المتحدة. بعام 2015 مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك وزوجته بيرسيليا تشان يعلنان تبرعهما بنسبة 99% من ثروتهما لصالح الأعمال الخيرية بعد أن رزقا بمولود. من الشخصيات يلي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1885 جورج مينوت، طبيب أمريكي وحاصل على جائزة نوبل بالطب لعام 1934. وبعام 1930 غاري بيكر، اقتصادي أمريكي وحاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 1992. من الشخصيات يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1987 لويس لولوار، عالم كيمياء حيوية أرجنتيني وحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء بعام 1970. رح نبلش أولى محطاتنا نور، ورح نكون مع الفقرة الاجتماعية. بتتعدد أساليب التربية للأطفال بين اللين والشدة، ولكن بهي المساحة اللي بيعتمدها الأهل بين اللين والشدة لازم يكون في حوار. هذا الحوار دوره تعزيز الثقة عند الأطفال بنفسهم وأيضا بالقيم اللي ممكن ياخذوها من أهلهم. أكيد سلمى، اليوم بمساحتنا الصباحية رح نحكي عن أهمية تعزيز ثقافة الحوار ضمن الأسرة. اليوم كتير مهم يكون في حوار حتى مع الأطفال، يعني مع الطفل جدا كتير مهم ضمن الأسرة، لأنه غالبيتنا يمكن عم تعرض لضغوط اقتصادية ومادية. صحيح، خلال الحرب ومعيشية قاسية، فبتلاقي العالم أو أغلب الناس أخلاقها ضيقة، بتلاقي الأهل مضغوطين نوعا ما، بتحسي عم يفشوا خلقهم بأطفالهم. لا، فينا نعطي شوية مساحة نفسية صحية للطفل لا يكون في حوار لإنشاء طفل سليم صحيا. لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر معنا الأستاذ محمود الخالد، مدرب متخصص في الصحة النفسية للطفل. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. خير، صباح الخير. صباحك يسعد. صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما حكينا بين اللين والشدة، اليوم هو مفهوم كتير صعب وهو أسلوب أساسا التربية الحقيقة. خلينا نحكي عن الحوار الأسري، كيف ممكن ينشأ حوار أسري سليم بين الأهل والأبناء؟ هلأ
لازم نكون احنا صريحين جدا. اليوم الحوار الأسري بالمجمل لازم يكون بين جميع أفراد الأسرة، لأنه هو الأساس ببناء أسرة متكاملة متماسكة مبنية في يعني بين أعضاء الأسرة وأفراد الأسرة علاقة ود، يعني بتعم جميع أفراد الأسرة. اليوم نحن التواصل الصحيح بيننا وبين بعضنا، بين الأب والأم، بين الأب والأم مع الأطفال، هو اللي بيبني هاي الحالة من 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 التماسك، هاي الحالة من الألفة بين أعضاء بين أفراد الأسرة. اليوم في عنا بعض المشاكل اللي نحن بنشوفها دائما أو بالأحرى بمعظم العائلات بسبب الظروف أو بسبب الأحوال الاقتصادية، مثل ما تفضلتي قبل شوي، ما حدا عم يقدر يلتقي مع الثاني. يعني اليوم الأب بيشتغل بدل الشغل، أوقات بيشتغل بدل الشغل شغلين، ممكن الأم عم تشتغل بدها ترجع بدها بين ما تلحق تطبخ بعد الشغل، تطبخ طبختها وتجهز الأكل بعدين لبين ما بدها تغسل، وتفاصيل ما عم بيكون في هذا الوقت الكافي ليكون في بيناتهم هذا التواصل. اليوم مين العنصر الأكثر خسارة من هذا الموضوع؟ هن الأطفال، هن الأبناء اللي هن عم يعني هذا التأخير أو هذا الشيء اللي عم يصير، الظروف اللي عم تمرق هي اللي عم تبعد الأهل الآباء عن الأبناء. هاي نقطة كتير مهمة خلينا نحكي عنها. قديش مهم اليوم تعزيز ثقافة الحوار ضمن الأسرة رغم كل الظروف؟ يعني لو بنعطي 20 دقيقة من وقتنا لنقعد نحكي عن الأشياء اللي مضايقتنا، نخلي الطفل أساساً بيساعد لبناء شخصية قوية للطفل ليكون صريح. في كتير من الصفات ممكن ما ياخذ الطفل إذا أعطيته هاي المساحة، ما يخبي ما يكذب، تنشئ طفل صحي سليم نفسياً، لأنه يمكن سنوات الحرب كانت قاسية على الكل وأخذت تفاصيل يعني منا كلياتنا، فنحن الكبار نوعا ما عندنا الإدراك الكافي، لكن الطفل بتحس ما له ذنب. يعني بالأخير لازم يعيش حياة طبيعية، وأنت كأهل لازم فعلا تحاول يعني تعمل جهدك لتأمن له إياها. 100% تفضلتي بكلام كتير مهم ودقيق. اليوم الأهل لازم ياخذوا هذا الدور، دور اللي هو التوعية وإيصال المعلومة الصحيحة، لأنه اليوم بالأحداث أو غير الأحداث، بس ولكن الأحداث أكيد، الطفل أو الابن عنده إشارات استفهام كتير. صحيح. أنه شو اللي عم بيصير؟ شو هاد؟ فهو الأهل أو الأب والأم هن أكثر الأشخاص ثقة لهدول الأطفال، فهو لازم يسألهم أو لازم يعطوه الوقت الكافي ليعطوه المعلومة الصحيحة، لأنه هو إذا ما سمع منه المعلومة الصحيحة ممكن بالمدرسة، ممكن بالحارة، ممكن وين ما كان، يسمع جواب لهي المعلومة ويكون هذا الجواب خاطئ. اليوم الحوار مع الأطفال بالمنزل بيعطيهم ثقة، بيعطيهم أمان، بيعطيهم توسع بالإدراك، وبيعطيهم هي الهمة لأنه هو ينتج أكثر. اليوم يعني حوار الآباء مع الأبناء اليوم، وخلينا نسميها مو بس الحوار، اليوم لما أنا أعطيه ثقة بإسناد له شوية مهام صغيرة، يساهم بقرارات ولو كانت قرارات صغيرة. اليوم مثلا في عندي أنا زريعة، فينا نحطها هون ما فينا نحطها هون، فينا نزرعها ما فينا نزرعها، بدنا ننظف البيت، بدنا نغسل السيارة، قمنا ننزلها ونسمع منه رأيه، إنه إذا عملنا هيك شو رأيك، إذا عملنا هيك أو ما عملنا هيك، هاي التفاصيل هذا النوع بيعطينا نوع ثقة إنه أنا حدا، أنا فرد مؤثر بهاي العائلة، أنا قادر، أنا إلي قرار وأنا الناس عم تسمع، يعني أهلي عم يسمعوني. هو بمجرد ما إنه الأهل أعطوا هاي الثقة ليسمعوا وما يستخفوا يعني يستخفوا بآرائه، فهو هذا الشيء اللي يعطي ثقة. يعني ما يستخفوا بآرائه، يعني أحيانا بيعطي رأي تلاقي الأب عم يتمسخر عليه، عم يمزح كمان، هي كم يعني قاسية تكون ردة فعلك. هذا الشيء بنشوفه نحن للأسف كثير بكثير عائلات، نحن مثلا بيحكي بنتمسخر عليه، بيحكي ما بنرد عليه، هذا الشيء هو اللي بيضعف ثقته بنفسه، وهذا الشيء رح ينعكس على الخارج لأنه رح يضعف ثقته بنفسه أمام الآخرين. يعني أقرانه بالمدرسة أو الأولاد بالحارة، هذا الشيء اللي رح يضعفه. ليش؟ لأنه بالبيت بالأسرة هن ما بيسمعوه، هن بيحكي بيتمسخروا عليه، وبنفس الوقت إذا قرر يحكي أو مثلا كان في خطأ ممكن أنه هن يعصبوا عليه ويغضبوا ويعاقبوه، وهذا الشيء رح يخليه يكذب. ليش؟ لأنه أنا لما حكيت الصدق
صار في مشكله يعني. الحوار كثير للأمانة طيب خلينا نحكي استاذ محمود على نوعيه الحوار بحد ذاته. يعني اليوم كثير بنشوف نوع من التعامل اللي هو التهميش، يعني مثل ما حكيت انت قبل شوي انه هن ما بياخذوا رايه او بيستخفوا بارائه، ولكن عم نشوف ايضا التهميش بحاله من الحالات الابناء كمان عم يتعاملوا مع الاهل بكثير من الاوقات بهذا الشيء، انه انا مشان ما اقول لهم بريح راسي بعمل اللي بدي اياه وما بدخل معهم بحوار، بالتالي بيخسر نصيحة الأهل اللي هي ممكن تكون بجزء كتير كبير فيها خبرة وأكيد فيها نوع من المحبة والخوف على الأهل. شو هي نوعية الحوار اللي أنا لازم يكون موجود عندي بالبيت؟ ما بيصير من كلا الطرفين إن كان من الأهل ولا الأبناء إنه هي ما تكون موجودة. وهو للأمانة أنا دائما أتحمل مسؤولية للآباء والأمهات مش للأولاد، يعني لأنه هي العملية تبدأ من عندهم. هاي العملية هي تبدأ من عندهم. أنا لو قدرت إني أنا أزرع الثقة بالأولاد لأنه هن ياخذوا ويعطوا معي ويسمعوني واسمعهم تمام، هن ما راح يستثنوني، ولكن هو بأول محاولة صارت الأخذ والعطاء ممكن يكونوا عصبوا عليه وعيطوا عليه وممكن يكونوا ضربوه أو ممكن يكونوا أهملوا رأيه، فأنا عمليا خلص أنا ما بقى أحاكيهم. ليه؟ لأنه كل ما أنا لما عم حاكيهم عم تكون في ردة فعل سلبية. طبعا الأساليب الصحيحة هي أولا التواصل الأهل مع الأبناء بأسلوبهم وبلغتهم اللي ممكن يفهموها. يعني أنا اليوم بدي أنزل لعند الطفل، أنا بدي أنزل لعند ابني، مو هو اللي بيطلع عندي، أنا اللي بدي أنزل لعنده، أنا بدي حاكيه بأسلوب هو يفهمني بأسلوب لطيف، وإني أنا فهمه إنه أنا الحديث اللي أنا عم أحكيه معك هو ما في منه أهداف ولا في منه أي غاية غير إنه مصلحتك. تمام. وأهم فقرة إنه نحن دائما الحديث بنقول إنه أنا عم حاكيك لمصلحتك، هو ما بيعرف أكثر مصلحتك، أنت بس تقول له مصلحتك بيعرف إنه عم تحاكيه مو مصلحته، وهذا الشيء لازم عن جد نحن نكون حريصين نصلحه شوي، لأنه مو لا تهمل رأيه، أنت لما عم تقول له أنا بدي إياك تعمل هيك لمصلحتك، بس هو مو شايف هيك، لا خلونا نحن نسمع منه ويسمع منه. وهي الفكرة، قديش فيك تقارب وجهات النظر، يعني الجملة كتير مهمة، إنه بيكون للأب أو الأم عم يقول لك عم نحكي هيدا الشيء لمصلحتك، أنت ما رح تفهم لتكبر. طب لازم تنزل لعنده لتفهمه. طبعا. هي جزئية كتير مهمة اليوم، بس أنا كيف فيني أعززها من البداية؟ يعني لما نبلش بسنوات الأولى للطفل من عمر 3 سنوات لما يروح على الروضة فينا نقول أو على المدرسة يحكي لي عن يومه وأعطيه هي المساحة، فيني بلش تدريجيا من عمر صغير. لكل الأهالي اللي عم يتابعونا خلينا نحكي عن هاي النقطة منذ الصغر، كيف فيني أنا بلش مع طفلي؟ لحتى لأنه اليوم حتى الأطفال بيتعرضوا لكثير من التنمر، لكثير من التفاصيل خارج المنزل، بتلاقي في طفل خجول، طفل كتوم، أنا لأكسب طفلي بالأخير ضمن هيدا الحوار، وهي المساحة المشتركة قد ما كانت صغيرة بين الأهل لكن إلى أثر كبير على شخصيته في المستقبل. صحيح. 3 سنين ممكن بلش معه أنا شو عم تعمل؟ من عمر سنتين. من سنتين بالروضة لما بلش يحكي أنا يومي هيك عملت هيك اشتغلت. أنا بشاركهم بأخباري، يعني أنا اليوم أنا يعني خلص من وقت ما هو وعي علي أنا بجيبه لابني، بقعد بقول له تعال اليوم أنا شو صار معي بالشغل، مع إنه هذا الموضوع هو اليوم رحنا على اللعب، أنا بلعب معه. فيني وجه له رسائل كيف تعاملت مع هذا الموقف؟ كيف تعاملت مع هذا الموقف؟ اليوم مثلاً تعذبت بهي القصة، عملت هي القصة. شو رأيك؟ هو ما رح يعني غالباً ما رح يعرف هذا الإدراك، بس إنه تعبنا اليوم الله يعطيك العافية، ماما كانت عم تشتغل جيب لي الكاسة هاي، شو رأيك نحط هاي الكاسة؟ شو رأيك تساعدني نحط الصحون على الأكل؟ باللعب نحن طالعين ناخده على الألعاب، أنا بطلع معه بلعب معه بحسسه إني أنا قريب منه. تمام، انبسطت اليوم؟ شو حسيت؟ انبسطت اليوم باللعبة؟ شو كنت حابب أنت تصير؟ شو كنت حابب يصير؟ شو كنت مو حابب يصير؟ يعني اليوم إنه هو صغير أنا بلش إني أنا أسمع منه. أنا دائما نحن الطفل مو هو صغير نحن بنقرر عنه، نحن بنقرر عنه شو يلبس، نحن بنقرر عنه شو يأكل، نحن بنقرر عنه وين يروح. إنه هو صغير بقول له إنه شو القطع اللي حبيتها؟ اليوم نروح طالعين نشتري له قطعة يلبسها، بنلاقي إنه نحن ما بنسأله شو القطعة، خذ له هاي لأنه هي أطفالك. إذا بنشتري له جاكيت بنقول له هي أطفالك، ما بنسأله. حتى بالمستقبل بتلاقي حتى بالثانوية أو الإعدادية الأهل بيختاروا الأفرع عن أطفالهم، يعني كمان 100%. فاليوم أنت نفيت صفة الحوار، أنت أخذت القرار عنه، ما سألته حتى إنه أنت حبيته ولا ما حبيته، أنت بدك نعمل هذا الشيء ولا لا، حابب نطلع على هاي اللعبة ولا هاي اللعبة. من هون بتبلش إنك أنت تبني هاي الثقة.
بكتابة مثلا بكتابة الوظائف بممارسة الهوايات. انت شو حابب؟ انا بشوف انك تطلع تسبح، لك اخي انا ما بدي اسبح، انا بدي ارسم، انا ما بدي اخي ما بدي. ما هو كمان اليوم احترام هي القصة، انا اليوم بوجهه بس انا ما بدي افرض عليه لانه الى مصلحتك. اي كلمة لمصلحتك هي اللي دائما بتكون، وانت بس تكبر مثل ما تفضلتي بس تكبر بتعرف انا بدي انطر لاكبر لا اعرف اذا مصلحتي ولا لا. لا خلي يكون دائما الحوار قريب بهذا العمر. خلينا نسأل أستاذ اليوم، إذا غابت فكرة الحوار بالسنين الأولى بين الأهل وبين الأبناء، إمتى المرحلة اللي أنا بقدر أرجع أصلح فيها أخطائي وأرجع أستخدم الحوار؟ وهل طريقة استخدام الحوار بهذا الوقت تكون نفس البداية؟ أكيد لا، أكيد لا، لأنه رح تكون بصراحة فوتنا حلنا شوط كبير. إيه، وبناء الثقة غالبا مو سهل أبدا هذا الموضوع، لأنه هو بالنسبة له فقد الثقة فيكم. تمام. يعني البنت لما تروح بتحكي لأمها وأمها ماذا بتثق فيها بأي قصة صارت معها، أوكي، وهي الأم بتخرب الدنيا وبتبهدل وبتعيط وبدي والله لأقول لأبوكي وبتقول لأبوها جدلا، فهذا الموضوع مثلا انسى خلص، هي فقدت الثقة بالأم والأب. فإنك أنت ترجع لما تلاقي أمهات كتير تبتع يحكي لي أنا أمك أنا، أما خلص صحيح. اللي بيجرب المجرب عقله مخرب يعني. فإعادة إنه بناء الثقة هي بدها محاولات كتيرة من الأب والأم، ولا يرجع ابنه يثق إنه خلص هو كبر على هذا الموضوع، وهي فترة سنين عم تمرق إنه أنا خلص. الطفل الصغير بينسى بس الكبير بترسخ، بس الكبير بترسخ بباله مو مسهل أبدا. بتكون أصعب يمكن، أصعب بكثير، وحتى الأساليب اللي بده يستخدموها بدها تكون مختلفة عن الأساليب الثانية، بدها تكون أساليب شوي مدروسة أكثر. أكثر إيه تماما، أكثر تقنية خلينا نسميها، أو أكثر يعني دقة بهذا الموضوع، لأنه رح يصير موضوع حساس إن كان خلينا نقول بعمر من عمر 14 15 لعمر 18. ما رح نحكي عن العمر الجامعي لأنه هذا وضع مختلف كلياً، بس رح نقول هون هذا الطفل بهذا العمر بيصير في شيء، هو أصلاً بالنمو بالتطور الإدراكي للطفل بيصير في شيء اسمه اللي هو معاندة الأهل بالضرورة، معاندة الأهل بالضرورة. فلذلك أنك أنت ترجع تبني ثقة بدك تحاول مرة ومرتين وثلاثة، وتحاول أنك أنت تثبت له أنك أنت كنت غلطان، لازم يسمعك أنك أنت كنت غلطان. طيب قديش فينا نغير هاي المفاهيم نوعا ما اليوم؟ لأنه لما نقول الحوار ضمن الأسرة ومفهوم هاي الثقافة يختلف عن التربية، يعني إذا بدنا نقول عن العادات والتقاليد والتربية القديمة بتقلك إنه لا ممنوع تحكي بهاي القصص، ممنوع تحكي بهاي التفاصيل، البنت بتقلها لو كنت البنت المقدمة ما بتحكي بهاي القصص. لا قديش فيني أكسرها مع هيدا الحوار؟ يعني يختلف الحوار الأسري ضمن الأسرة عن التربية، يعني أنا لما ربي ابني على قيم وأخلاق تختلف، كنا نشوفها سابقا قديما نوعا ما، هلأ في انفتاح أكثر يعني بالتربية الحديثة، بس مثلا لما أنا أكسر هيدا الحاجز بيني وبين بنتي ممكن تحكي عن أي شيء، مش عيب تحكي بهيدا الشيء لأنه أنت بنت مرباية، هي كتير بنسمع، أو لأنك ابن مربى ممنوع تحكي بهي التفاصيل، هي ضمن العادات والتقاليد والتربية. اليوم عم نشوفها لا أكثر انفتاحا، قد ايه بتأثر ضمن الحوار اليوم ضمن الأسرة؟ هلا لنقول ما سموها بصراحة دوركم، دور الإعلام، دور الفعاليات المجتمعية الجمعيات، هو دور كتير كبير لنغير هي العادات، لأنه حتى مفهوم العيب نحن عنا هو صحيح. مفهوم كتير مطاط، وهو مو كل شيء نحكى قبل عنه بعدين لأنك مربى ما بصير تحكي، يعني هي تمام. الجملة دائما تحت مفهوم لأنك مربى ما بصير تقول تماما. يعني هاي تحت كتير بنود العيب، في كتير حقوق أنت لك، في كتير حقوق لك أنت ما بتأخذها صحيح، لأنه ممكن يكون زلمي أكبر منك عيب عليك ترد عليه، مع أنه هو ممكن يكون آزيك فلان لأنه والله مثلا الوضع لأنه عيب، ما بيصير لأنه قرايبك أو كذا ما بيصير ترد عليه لأنه عيب. مفهوم العيب هو مفهوم مطاط، بخليك بكتير أوقات ممكن يسبب ممكن يؤدي لانطوائية، ممكن يؤدي لكره للأشخاص المقابل. نحن اليوم في دور كتير كبير مهم لوسائل الإعلام، للمؤسسات المجتمعية لتنشر هاي التوعية بين الناس، لتعرف إنه دور الحوار الأسري هو أساس لثقافة لمجتمع صحيح، لمجتمع سليم، لأنه أنت الأسرة هي الدائرة الأولى، هي النواة الأولى بالمجتمع. فأنا لما ببني أسرة سليمة، أسرة صحيحة، أنا بالنهاية راح يطلع عندي مجتمع بالضرورة سليم ومتعافي بالنهاية.
أكيد. قبل ما نختم حديثنا، النصيحة الأبرز اللي تحب توجهها اليوم لكل يلي عم يسمعنا أو رح يتابع الفقرة بوقت لاحق على الإنترنت؟ أنا بوجهة نظري النصيحة هي مش للأطفال، هي للأهالي يعني. صحيح. لازم عن جد مثل ما نحن بنطلب من الطفل لما يغلط يعتذر، كمان نحن عن جد نوصل ثقافه انه نحن نعتذر من الابناء اذا غلطنا، لانه هذا الشيء ما بيقلل من قيمتنا ولا بيقلل من كرامتنا، بالعكس حيحبونا اكثر، حيحترمونا اكثر، وحيبلشوا يثقوا فينا ويحكوا لنا، لانه انت لما بشوفك انت قريب مني، لما بشوفك انت عم تتعامل معي ومحترمني وعامل لي كيان ووجود، انا بالنهايه ما راح امن غير فيك، انت ابي ولا امي. فهي النصيحة لهم، كونوا قراب من أطفالكم، خليهم يحبوكم عن جد، يخافوا من زعلكم مو يخافوا منكم. وهي يمكن الجملة الأجمل اللي فينا نختم فيها لقائنا معك، كسبون يعني من البداية، وكسبون لو كانوا صغار أو كبار، لأنه بالأخير أنت بتساعد على بناء طفل شخصيته قوية وسليم نفسيا. نشكرك الأستاذ محمود الخالد، مدرب متخصص في الصحة النفسية للطفل، شكرا كثير لك. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك ولتواجدك معنا، بنتمنى الكل يستفيد من هاي المعلومات. شكرا لكم. أما هلأ مشاهدينا رح نروح لمحطتنا التالية، وبدمشق بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني أقيم معرض فني في صالة الرواق العربي، حمل عنوان فلسطين من البحر إلى النهر، يوثق عبر لوحات فنية البطولة والمقاومة التي رسخت القضية في الوجدان العربي. التفاصيل بمادة زميلتنا هانيا قباني. كل الفنانين التشكيليين الفلسطينيين اللي عم بيقدموا هذه الأعمال هي عبارة عن جزء من خط المقاومة اللي عمالنا نقوم في مجال الثقافة. المقاومة ليست بندقية فقط، وليست مظاهرات، وليست هي عبارة عن ثقافة وفكر وفن، كله بيتضامن مع بعض حتى يعبر عن وحدة العمل المقاوم. ونحن هذه أرضنا، إذا كنا عم نعبر من خلال اللوحة، عم نعبر بالتراث والتاريخ والجغرافيا، بكل لوحة إلى ميزات معينة. هذا المعرض افتتح للتعبير عن مشاعر الإنسان الفلسطيني والعربي السوري، عن انتمائه للأرض والحفاظ على التقنية، سواء بالزي أو التعبير أو القدس هي عربية وستبقى عربية إن شاء الله. معرض معبر، ونأمل بإيجاد معارض قادمة يعني تدعم الإنسان الفلسطيني إن شاء الله. شعبنا الفلسطيني وهو يقيم هذه الفعاليات يؤكد أنه يستمد قوته وإرادته الصلبة من خلال صمود سوريا شعبا وجيشا وقيادة، وهذا الترابط القومي مع سوريا يؤكد مجددا أن فلسطين هي الجزء الجنوبي من سوريا، وأن سوريا هي بلاد الشام، ونؤكد على أن مقاومتنا في النهاية مهما تكالبت هذه المؤامرات على بلاد الشام فإنها ستنتصر كما انتصرت سوريا. شارك اليوم بالمعرض بلوحة عم بنحكي فيها عن التراث الفلسطيني وعن المنازل الفلسطينية. هلأ أنا غالبيا اللوحة مرسومة باللون الأحمر، تعبير على أنه البيوت نحن بنيت بدمنا، وهي جزء منا، جزء ما بتجزأ. نحن ما ممكن نتخلى عن هاي البيوت اللي هي فعليا انبنت من دمنا، ولساتنا لليوم نحن عم ندفع ضريبتها الدم. استوحيت الفكرة من الامرأة الفلسطينية بتحكي عنها، وكيف بتناضل الامرأة الفلسطينية، وكيف عم تحكي العلم، والامرأة الفلسطينية معروفة بكل بلدان كيف عم تحكي عن شجاعتها وقوتها. رسمت لوحة زي الفلسطيني بتحكي عن ايدي العنب، عن ايدي العنب الخليل، يعني انا سميتها يا عنب الخليل. في الشاعر المرحوم عز الدين المناصرة كتب فيها يا عنب الخليل الحر،
إن أسمرت فأسمر كن سمن على الأعداء. فأنا حبيت هالقصيدة وحبيت أرسم اللوحة. نحن هنا كفنانين تشكيليين نسعى إلى دعم كل أبناء شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارج فلسطين أينما وجدوا على المستوى هذا المستوى الثقافي واللوحات الفن التشكيلي. أنا مشارك بعملين بهذا المعرض. العملين بيحكوا عن ثبات المرأة وعن نضال المرأة وأصالتها والتمسك بالوطن وعلى كمان أهميتها داخل المجتمع يعني كالمجتمع الفلسطيني. هي بتعني أم الشهيد، هي أخت الشهيد، هي أخت الأسير، هي مهمة. المرأة نصف المجتمع وأنا عندي المرأة كل المجتمع كله. سلمى، ضمن مصاحبتنا الطبية الصباحية لليوم رح نتوقف عند علامات استفهام كثيرة تتعلق برحلة العلاج الأورام، الحد منها والحد من تطورها، كثير من المخاوف للآثار الجانبية للعلاج الكيماوي إن كان والإشعاعي وغيرها. رح نحكي عنها أكثر مع الدكتور نضال خضر رئيس قسم الأورام في مشفى ابن النفيس. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لألتون، صباح الخير للفضائي للإخبارية السورية، منبر إعلامي يقدم كل المعلومات للمرضى وللناس والجمهور. أحب أوجه تحية صباح الخير لكل مدينة، لكل شارع في هذا الوطن. تحية للوطن وللقائد الوطن، حمل الجيش العربي السوري، الله يحمي الجيش العربي السوري ويرحم شهدائنا ويشفي جرحانا. أحب أوجه تحية كمان لمرضى سرطان، نحن معهم حتى الشفاء إن شاء الله. أكيد، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور نضال، والله يقويكم. كمان أنتوا الأطباء خط دفاعي أول عنا، وعم تحمونا كمان، تحموا حياتنا خصوصا بظل هاي الجائحة الخطيرة اللي عم بيمر فيها العالم أجمع، كورونا. رح نبلش حديثنا واليوم عم نحكي عن الأورام. يمكن لا تزال الأورام وعلاجاتها بتشكل حالة من الزار عند كتير من الناس. حتى الآن أي حدا بينصاب بورم بيتم تصنيف هذا المرض بهداك المرض، بهي الجملة الشائعة، بينخاف منها، مع أنه علما مو كل الأورام ممكن يكون بنفس الخطورة. في أورام حميدة وفي أورام خبيثة. خلينا نحكي بشكل عام عن الأورام وأنواعها. هلا بعد ذي بدأ أول شيء لازم نحكي نقطة مهمة جدا. أول شيء في تطور على مستوى العالم في فهمنا للسرطان، الآليات المسببة صار في نحن عنا اكتشاف لطرق جديدة بالعلاج من وراء هي فهمنا الجديد لشو عم بيصير على مستوى الخلية. صحيح. الشيء الثاني اللي مهم جدا هو الكشف المبكر. هلا في توجهات على مستوى العالم للكشف المبكر عن السرطان، لأنه دائما درهم وقاية خير من قنطار علاج. هذا الشيء اللي مسناه بسرطان الثدي، بسرطان البروستات، بسرطان الكولون، بسرطان عنق الرحم، والقائمة عم تزداد يوم بعد يوم. إذا دائما لما بنكشف المرض بالسرطان بمرحلة مبكرة بيكون دائما إمكانية علاجه وإمكانية شفائه أفضل. هلا بدنا نميز دائما بين الورم السليم والورم الخبيث. الورم السليم هو ورم عبارة عن كتلة تستأصل بالجراحة وما إلى أي عقابين. لما بنحكي عن سرطان نحن عم نحكي عن ورم خبيث، إذا تكاثر غير مسيطر عليه للخلايا بيكبر الورم، بيعمل اختلاطات على مستوى العضو المصاب، وبعدين عنده قابلية للغزو لانتقال لأعضاء بعيدة سواء بالطريق اللمفاوي أو بالطريق الدموي، وكل مكان امتد أكثر كل مكان إمكانية علاجه أصعب. هلا كمان في نقطة بحب وجهها للي عم يسمعنا. هلا دائما بيقولوا لنا درجة الورم، ونحن في عنا شيء بدي أوضح ثلاث مفاهيم. صحيح هي مفاهيم علمية شوية صعبة، لكن بدي أحاول بسطها بحيث يكون أي مريض أو أي إنسان يفهمها. لما بنحكي عن درجة الورم هو مقدار خبث الخلية، هذا مصطلح نحن من خلال المجهر بيبين معنا، بتكون مكتوب تقرير التشريح المرضي. هذا كثير المرضى بيقولوا لنا نحن درجة ثالثة ودرجة ثانية، هذا لا يعني امتداد الورم. إذا درجة الورم هي درجة خبث الورم، يصنف إلى ثلاث درجات. الأهم هو مرحلة الورم، يعني امتداد الورم ضمن العضو المصاب، ضمن المحيط بالعضو المصاب، أو امتداد الأعضاء بعيدة. هون يصنف لأربع مراحل.
في المراحل الأولى والثانية والثالثة غالبا نحن ممكن نستأصل الورم وبكون في قابلية للشفاء. المرحلة الرابعة لما الورم طلع برا العضو المعني صار في نقاء لأماكن بعيدة هون بصير إمكانية الشفاء صعبة شوي. هلا في النقطة الثالثة هي صفات الورم، وهذا اللي عم الشيء الجديد إنه دائما الخلية الورمية إلى صفات، في إلى مستقبلات على سطح الخلية الورمية، طبعا هي شوي معقدة ما فينا نشرحها. بناء على هي الصفات نحن ممكن نختار العلاج، نوجه العلاج. اثنين، بنحدد نحن خطورة المرض. إذا صار في عنا أي ورم بنميزه عن ورم ثاني، أول شيء بالعضو، العضو اللي هو مصاب فيه، درجة الورم، مرحلة الورم وصفات الورم. وهذا الشيء نحن دائما نحن بنشرحه للمرضى، بنخليهم يتثقفوا حول هالموضوع بحيث إنه يكونوا مدركين أكثر للورم، وبحيث يفهموا سير العلاج، وبيكون عندهم تصور مسبق لإمكانية الشفاء ولإمكانية العلاج. هذا اللي بدي أسألك عنه دكتور. خلينا نحكي عن علاج الأورام. يعني دائما مثل ما قلنا لما نقول ورم خبيث بيقلك ما في، يعني خلص رح روح على الكيماوي وما رح يكون في علاج 100% وما رح يكون في شفاء. خلينا نحكي عن علاج الأورام بأنواعه. يعني في مراحل للورم وفي علاجات، يعني مو بالضرورة يكون كيماوي من البداية. العلاجات الحالية موجودة بالإضافة للعلاجات التقليدية اللي بيعرفها كل الناس، الجراحة، علاج الكيماوي والعلاج الشعاعي. هلأ بعد سنة 2000 صار في عنا شيء اسمه العلاجات الهدفية. هي العلاجات الهدفية تتوجه لمستقبلات خاصة على سطح الخلية الورمية، وبالتالي بتقتل فقط الخلية الورمية، بتكون موجهة لهي الخلية، وبالتالي ما بتقتل الخلايا السليمة مثل العلاج الكيماوي. العلاج الكيماوي مش إنه بيقتل الخلايا الورمية وجزء من الخلايا السليمة، وبالتالي لهيك بصير في آثار جانبية. بالعلاجات الهدفية لا، بيكون العلاج موجه نحو هي الخلايا السرطانية فقط، وبالتالي بتكون فائدة العلاج أكثر والآثار الجانبية للعلاج أقل. الشيء الأحدث بالخمس سنوات الأخيرة شيء اسمه العلاج المناعي، كمان هلأ كتير دارجة هلأ على الفيسبوك وعلى أنه بيحكوا عنه كتير. كمان كفكرة بسيطة، الورم لما بيكون موجود ومستفحل بالجسم يثبط الجهاز المناعي، بيكون الجهاز المناعي عندنا معطل. فهي الأدوية الجديدة هي اللي بالخمس سنوات الأخيرة تحفز هذا الجهاز المناعي، بتنشطه بحيث يقوم بدوره من جديد في مواجهة السرطان، وهذا شيء جديد. هلا طبعا هي العلاجات المختلفة لا تقدم بشكل مفرد، عادة بنعمل نحن تشارك بين الكيماوي والمناعي أو الكيماوي والهدفي أو إضافة الشعاعي، طبعا حسب مرحلة الورم وحسب نوع الورم وحسب المريض طبعا. وهذا اللي كان أنا بدي أسألك عنه. يعني نحن دائما الشائع والمعروف عند الناس الشعاعي والكيماوي، هلأ نحن عم نحكي عن شعاعي كيميائي ومناعي وهرموني أيضا. والهرموني خلينا صحيح. نحكي عن كيفية المشاركة والمراحل طبعا للمراحل. يعني هل مثلا اللي بالمرحلة الأولى بيقدر ندخل له بالشعاعي والكيميائي والهرموني والمناعي، ولا كيف بتتقسم لحتى الناس كمان تعرف، وإذا هي عم تتعالج هل تقدر تاخذ خبره من الاطباء بانه هي تدخل نوع من انواع المشاركه؟ صحيح. هلا نحن لما بيكون المرض او الورم او السرطان في مراحل مبكره دائما نحن بنحاول نستأصله. اذا الجراحه بتبقى حجر الاساس في علاج اي ورم، دائما الورم اذا قابل للاستئصال بيكون افضل. طبعا اذا استثنينا او امراض الدم، امراض الدم لانه هي غير جراحيه بالاصل، لما نحكي على الاورام الصلبه مثل سرطان الثدي، سرطان الكولون الى اخره. بعد الجراحه نحن عاده بنقدم شيء اسمه علاج داعم، الهدف منه هو الوقايه من النكس. هون بنحكي عن علاج هذا الكيماوي او شعاعي او حتى هرموني. هذا العلاج بيكون لفتره محدده معينه، بتختلف من ورم للثاني ومن مريض لاخر. اذا في عندنا علاج كيماوي او شعاعي او هرموني لفتره محدده، بتخلص الفتره خلص علاجه ويخضع المريض للمراقبه وبنحكي بشفاء. بالمرحله الاخيره، المرحله الرابعه لما بيكون المرض منتشر، هون بقى بيصير هدف العلاج هو تحسين نوعيه الحياه، يعني تخفيف الاعراض، الوقايه من حدوث الاعراض المرض، يعني تطور المرض، الحد من تطور المرض ومحاوله السيطره عليه اطول فتره ممكنه. هون ممكن كمان نقدم هي العلاجات كلها ما عدا الجراحه طبعا، وبتكون العلاج لفتره غير محدده.
يعني بضل نحن بنضل نعالج لحتى نوصل لمرحلة يعني مقبولة. ممكن هون نعطي استراحات لكن بعدين نرجع نستأنف. لكن هود هن المرضى اللي بيشكلوا يعني بنحاول نقلل نسبتهم لأقل درجة. طيب نحن عم نشتغل دائما على المراحل اللي ممكن يشفوا اللي هن مراحل مبكرة. طيب هون بنسمع جملة وهي شائعة وبنشوفها يمكن أكثر شيء بالدراما، إنه أنا قديش معي لحتى يعني بعيش معك 6 شهور، ان تعالجت او ما تعالجت معك كذا. درجة هاي المعلومات اللي يمكن تكون خطيرة، لانه اليوم ما في شيء اسمه انا قديش معي، بيان لي 3 شهور وبموت، بيان لي 4 شهور وبموت، وهذا التحديد فاللي ارتبط بذهن الناس انه خلص يعني هذا المريض عالجته ولا ما عالجته رح يموت، معه فترة من الزمن بده يعيش فيها. نحن علاجنا مو بس علاج دوائي وعلاج مجموعي. صحيح. مقصود فيه نحن نهتم بالحالة النفسية للمريض، نهتم حتى بالحالة التغذوية، وأحيانا بيكون علاجه مو بس للمريض نفسه للمحيط فيه للأسرة يعني. نحن بنزرع دائما الأمل في نفوس المرضى. طبعا ما بنزرع أمل كاذب، بنزرع أمل حقيقي ناجم عن إنه المريض بده يتعالج وبالتالي بده يحقق فائدة. فنحن بنحكي عن نسبة استجابة، ما بنحكي نحن عن نسبة إنه مش قد بده يعيش، لا، نقول انه نحن عندنا استجابه، رح تصير هي الاستجابه ورح نحافظ عليها اطول فتره ممكنه. هيك نحن بنتعاون مع المريض بحيث انه يتقبل العلاج افضل، لانه اذا المريض ما عنده تفاؤل بامكانيه الشفاء الحاله النفسيه بتاثر على سير العلاج، ما عاد نقدر نعطيه اياها بالشكل الصحيح، بصير في تاخير بالجرعات، بصير في عدم تحمل الجرعات الى اخره. لذلك من المهم جدا نحن انه نحكي عن نسبه استجابه وليس عن مش قد بده يعيش المريض، لانه هي ما بنقدر نحن كاطباء نحددها. طبعا عم نشوف نحن حالات من الاستجابه الطويله ببعض الامراض، نحن حكما بنقول انه هي غير قابله للشفاء. طيب دكتور خلينا نحكي عن مخاوف الاثار الجانبيه للعلاج، لانه مثل ما حكينا بالبدايه الكيماوي له اثار جانبيه، مش فقط بيقتل الخليه المسرطنه، بيقتل كمان الخلايا السليمه. خلينا نحكي عن الاثار الجانبيه للعلاج، لانه كمان في مفاهيم مغلوطه وفي معلومات مغلوطه، والناس ممكن تتوجه للانترنت لمواقع التواصل الاجتماعي واحيانا تعطي معلومات اساسا خاطئه. صحيح. هلا بالتوازي مع التقدم اللي صار بالعلاجات المقدمه لمرضى السرطان، نحن في عندنا تقدم بالادويه لعلاج الاعراض. بما معنى مثلا نحن شو ممكن نتوقع بشكل اساسي؟ انه المرضى بيخافوا من تساقط الشعر، بيخافوا انه يصير معهم غثيان وقياء، يستفرغوا كثير، بيخافوا يصير اسهالات. هلا نحن بشكل عام لما بنعطي علاج كيماوي بالاخص العلاجات الكيماويه الشديده، نعطي نصائح للمريض انه شو لازم يعمل، شو لازم يتجنب، بحيث بقدر الامكان نخفف هي الاعراض، وبنعطيه ادويه انه ياخذها بعد الجرعه بحيث انه ما يصير معه اقياءات. بننبه المريض انه اذا صار معه حراره يراجعنا فورا، اذا صار معه اسهال متكرر، اذا صار معه اقياءات متكرره، اذا صار معه اعراض مثلا الم بالبلعوم، حرقه بالبول الى اخره، هي المفروض يراجع الطبيب. هلا بتوعيه المريض، المريض يعرف انه شو ممكن يصير معه، شو لازم يعمل، انه يراجع طبيبه، او حتى احيانا نعطي بعض النصائح شو لازم يعمل ليس ما يراجع الطبيب. هون نحن بنكون قدر الامكان عم نسيطر على هي الاثار. هلا الاقياءات في كثير من الاقياءات بتصير عند المرضى، خاصه عند الصبايا بالاخص اذا كان عندهم قصه حمول سابقه او اقياءات اثناء الحمل، بصير عندهم نوع من الاقياءات نفسيه المنشا. يعني بمجرد يتذكر انه بده يروح، المريضه تتذكر انه بدها تروح على الجرعه، بدها تشوف الكادر الطبي، المرضى زميلاتها اللي عم يتعالجوا معها الى اخره، بصير عندها نوع من الاستفراغ. لذلك نحن بنعطي ادويه استباقيه بحيث انه تخفف هالتوتر، وبالتالي بيصير عندنا وقايه من هي الاعراض. بشكل عام انا بقول بين العلاجات الحديثه اللي هي اثارها جانبي الى حد ما اقل، العلاجات الكيماويه عم احكي، بالاضافه للعلاجات الهدفيه والعلاجات المناعيه عم نوصل نحن لاثار جانبيه كثير قليله، ما عاد في مبرر للمريض انه يخاف من هي العلاجات. كثير مرضى عم ياخذوا العلاجات وما عم يشعروا باي شيء. صحيح. وحتى اذا شعروا بشيء عم يتم تداركه. اكيد. وبالختام بدنا نشكر وجودك معنا دكتور، كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وتحيه لكم دائما وللكادر الطبي بكل مشافينا اللي هن دائما عم يسعوا يقدموا كل شيء ضمن الامكانيات المتاحه.
شكرا لكم. نحن ككادر طبي وتمريضي وحتى اداري عم نحاول نكون كلنا بخدمه المرضى، لانه مريض السرطان فعلا بده عنايه خاصه أكيد. هو وعائلته عم نحاول نقدم لهم قدر الامكان خبرتنا وما توصل اليه العلم بهدف انه نوصله على بر الامان. وشكرا لكم على الاستضافه الجميله وصباح الخير مره ثانيه. يعطيك العافيه دكتور، نتشكرك اكيد، نتمنى الصحه والسلامه لكل الناس. دكتور نضال خضر رئيس قسم الاورام بمشفى ابن النفيس، واكيد تحيه لكل طبيب سوري. يعني 10 سنوات من الحرب اثقلت جميع القطاعات حتى الصحيه، لكن انتم جنود مجهولين وعم تقوموا بمجهود جبار، وضمن جائحه كورونا يعني كمان صار عندنا مجهود اضافي، فيعطيكم الف عافيه. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. شكرا لك. اما هلا سلمى بننتقل لمادتنا التالية. اقام معهد مرسمي بمدينه طرطوس معرض فني تحت عنوان طريقي لمجموعة شابة من الفنانين لأبراز مواهبهم وأبداعاتهم الف الكورنيش البحري. التفاصيل مع مراسلنا محمد حسن. بهدف تسليط الضوء على أعمال الفنانين المشاركين وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم الفنية وإيصالها للجمهور، أقام معهد مرسمي بمدينة طرطوس معرضا بعنوان طريقي للفئة الشابة بالصالة القديمة على الكورنيش البحري للمدينة. معرض متنوع ناجح مميز، بتمنى لهم التوفيق، وخاصة الهواة. على فكرة أنا هذا اللي يعني جذبني، إنه الهواة ومن دراسات مختلفة. اخترنا عنوان المعرض طريقي لأنه الصبايا المشاركين اللي عددهم 15 صبية هن سيدات أعمال، طالبات مدرسة وطالبات جامعة، وكل واحدة فيهم ماشي بطريق مختلف عن الفن التشكيلي، ولكن وجدوا طريقهم، وبداية طريقهم كانت من معهد مرسمي من عنا، وكانت النتيجة مرضية. ويستمر المعرض ليومين ويضم لوحات فنية متنوعة بمشاركة أكثر من 15 فنانة تشكيلية. بلشنا نرسم رصاص، بعدين انتقلنا على الزيتي وهيك، واكتشفنا انه في عندنا ابداع بهذا الموضوع. اخترنا مواضيع شيء غريب، انا استخدمت المعجوني بشغلي واخذت انطباع غريب، وبالاضافه لشغل الرصاص. مشاركه بهالفن لانه بيشبهنا وبيشبه عنوان هالمعرض طريقي، لانه دليل على كل مرأة قوية وكل شيء وقف الطريقة، انه ما في شيء مستحيل. انا مشاركة بهذا المعرض لاني انا حبيت اني ابرز موهبتي بالرسم وحبي للرسم. كمان هيك المعرض جو بيعطي جو كثير حلو، انه كلياتنا مشاركين بالمعرض، واكيد بين تعبنا بالمعرض وشغل السهور كثير مضت. يعني صنوف ابداعية متناغمة شكلتها اللوحات المعروضة، والتي تعكس المستوى الفني للفنانين المشاركين ونظرتهم للحياة والواقع والمجتمع. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس. سلمى، مع استمرار جائحة كورونا والتطور المستمر، يمكن الابتكارات توجهت والتطور لابتكار شيء من أجل التباعد الاجتماعي السليم، لأنه بنعرف قديش التقارب اليوم بيؤدي لمشاكل صحية. فشفنا بكثير من البلدان مثل الصين وبلدان عالمية أخرى كانت عم تتوجه نحو هيدا الشيء، بس عندنا كمان بسوريا اكيد وعندنا دائما بيكون الدراسات والابتكارات لاهداف كثير مهمه، مو فقط بس اهداف تعليميه، ولكن ايضا اهداف بتخدم المجتمع. ضمن فقرتنا رح نتعرف من ضيوفنا على روبوت متحرك مزود بتقنيه مرئيه لرسم الخرائط المرئيه والتحرك ايضا ضمن هذه الخرائط، واللي ممكن يساهم بخدمات عديده ضمن المشافي والمطارات والفنادق. شو ابرز استخدامات وشو الهدف من المشروع؟ بيسعدنا يكون معنا اليوم بصباحنا غير الدكتور رؤوف حمدان المشرف على المشروع، والطالبة رهف الزيات مشاركة بتنفيذ المشروع. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. أسعد الله صباحكم. يسعد صباحكم، وسعيدين أكيد بوجودكم. بالبداية خلينا نحكي عن هيدا الريبوت، ورح نبلش معك رهف تحكي عن الفكرة. كيف اجتك؟ لما نقول ريبوت وتصميم خرائط وبيساعد اليوم ضمن جائحة كورونا، يعني مشروع مهم، يعني له ثقله. نحن عم نشوف صبية هيك صغيرة نعومة لطيفة، من وين اجتك الفكرة؟ تمام. هلا هذا المشروع بنيناه بداية كان بهدف انه نحن بدنا روبوت يبني خريطة ويموقع حاله بقلب هالخريطة هاي لحتى ما يضيع. يعني الروبوتات بشكل عام وهي عم تأدي المهام تبعها فيها مشكلة دائما انه هي بتضيع، صحيح. فلحتى ما يضيع في حل لهي المشكلة اللي هي الإسلام.
نحن اخترنا نعمل فيجوال سلام لانه هي خلينا نقول بتستخدم حساس الكاميرا، ما في اي حساس ثاني على الروبوت غير هالكاميرا هي، لحتى نساوي هالخريطه هي ويموقع حاله الروبوت بقلب هالخريطة هاي، بالإضافة للقسم الثاني من الروبوت اللي هو إنه بيمشي بشكل مستقل بدون أي تدخل بشري، بحيث إني أنا أعطيه هدف. هاي شفناها يروح عليه تمام. يعني استضفنا أكثر من حدا معه خريطة ليمشي ريبورت تماماً عليها تماماً يضيع تماماً بلاها. هلأ هي الخرائط ممكن تنبنى باستخدام عدة حساسات، بس الفيجوال سلام خلينا نقول هي تطبيق، يعني خلينا نقول فيه تحدي، لانه بالنهايه انت عم تستخدمي حساس كاميرا بالاضافه لانه هي الكاميرا فيها ميزه انه بتعطيكي صوره عمق بالاضافه للصوره العاديه، فباستخدام هدول المدخلين الاثنين حسنا نحن نبني الخريطه ونوقع الروبوت داخلها. يعني اليوم دكتور مشروع مثل هذا المشاريع هو مشروع مهم جدا، لانه مثل ما قالت عم بحل ثغره كانت موجوده سابقا باغلب الروبوتات اللي كانت تنعمل. خلينا نحكي عن الهدف من استخدامه، قلنا بالمقدمه رح يكون له علاقه بالمشافي بالمطارات، كيف ممكن يتم استخدامه بهي الاماكن؟ هلا هيك روبوت بصراحة استخداماته متعددة، قد لا تكون مباشرة مثل النسخة الموجودة أمامنا الآن، قد تحتاج إلى بعض التكييف البسيط بإضافة حساس أو بإضافة أكتويتر يعني ذراع إضافية، ولكن بشكل الآلي مثلا تطبيق مباشر ممكن يكون أهميته للنقل، مثلا نقل البضائع ضمن منتج، نقل مرضى، نقل قطع إلكترونية أو صناعية. المشروع مثل ما عم تحكي الآن سيرها كان ضمن قسم هندسة الحواسيب والأتمتة، واللي نحن جزء من جامعة دمشق، وجامعة دمشق لها توجهات بخدمة المجتمع، يعني نوجه معظم مشاريعنا لخدمة المجتمع، خدمة مشاريع التنمية، خدمة إعادة الإعمار، فلذلك دوما وقت الطالب بيجيب لنا مشروع نعطيهم إمكانية إنه هن يكون عندهم روح المبادرة، فطرحت طالبي رهف وزميلها بشر علي المشروع، قلت لهم في إمكانية نشوفه. طبعا هو كان من حاجة وقع فيها زميلها بشر أثناء مسابقة روبوت سابقة، احتاج لموضع الروبوت بشكل ديناميكي، فلذلك بدوا يشتغلوا بهذا المشروع، وتطبيقاته بصراحة يعني واسعة جدا. هذا الشيء يندرج تماما ضمن الأسلوب الحديث بالتحكم والتخديم، الأسلوب التقليدي للروبوت اني نعطيه مسار ثابت، الروبوت ما ممكن يطلع عنه، ما ممكن يخرج عن هذا المسار، فلذلك لو نزل عائق تغيرت البيئة الروبوت رح يعني ما يقدر يتفاعل مع هذه البيئة، بينما بإدخال الكاميرات او المعلومات البصريه صار في عندي ديناميكيه وهي الفيجوال سلام، صار في عنده ديناميكيه الروبوت انه يتفاعل مع البيئه، يبني خريطه جديده ويقدر يتجنب الذكاء الاصطناعي. طبعا في الذكاء الاصطناعي، طبعا هو جزء من الذكاء الاصطناعي، الفيجن كله بشكل عام او الرؤيه هي عم تحاول تقلد الرؤيه الموجوده عندنا كبشر، انه نفهم المحيط، ناخذ معلومات بصريه وهي معلومات غنيه جدا، ونقدر نتفاعل مع المحيط. نحن عم نبني نفس مثل اي شخص عادي، بحطه ببيئه ما بيعرفها فبيبدا يستكشف، وهذا الروبوت نفس الشيء، وبالتالي يبني هذه الخريطه ويتعرف عليها. نحن عم نحاول بشكل او باخر نقلد الذكاء الموجود عند البشر بروبوتاتنا، والروبوتات دخلت بشكل واضح يعني معظم جوانب حياتنا اليوميه، خاصة بالأعمال التي تتطلب جهد بشري أو جهد رتابي بالإنتاج، والأعمال الخطرة بالمناجم، بإطفاء الحرائق، بالبحث عن الألغام. ذلك كان لدينا في قسم هندسة الحواسيب والأتمتة أكثر من مشروع روبوت لكشف الألغام، مشاريع روبوت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، أذرع روبوتية لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، كلها تندرج ضمن توجهات الجامعة بخدمة المجتمع ومشاريع ذات تطبيق، لأن نحن عملي على الواقع، عملي على الواقع، ليست مشاريع طرف علمي، لسنا في وضع طرف علمي وإنتاج مشاريع فقط للطرف العلمي. هلا بالآونة الأخيرة كنا عم نشوف يعني توجه جميع الطلاب ضمن مشاريعهم لمشاريع تخدم الواقع اللي نحن عايشينه، لأنه 10 سنوات من الحرب ففي عنا يمكن بعض التفاصيل والمشاكل، اليوم عم نشوف لا عم يتعايش مع الطلاب ضمن هي المشاريع، وهذا اللي اسالك عنه رهف اليوم، هي الصوره الاوليه للمشروع مع هيدا الريبوت، نحكي عن
تطبيقات هيدا النظام كيف ممكن تتطور لأنا تخدمني في المستقبل. يمكن بلشتوا أكيد نوجه تحية لزميلك بشر شريكك بالمشروع، أنتوا بلشتوا من صغرة تمام لبناء هيدا المشروع، قديش فعليا فيني طوره ليتلائم مع هي الصورة الأولية ممكن أساسا يكون لسه ما تم استكماله بشكل كامل فينا نقول. هلا الصورة اللي طالعة هي كانت خلينا نقول الروبوت كان لسه عم يكتشف البيئة ما خلص بناء الخريطة، مو هو بموقع حاله وبيبني الخريطة بشكل آني، فهو كل ما عم يمشي عم تكبر الخريطة وعم يموقع حاله بكل لحظة عم يمشي فيها. يعني هو عارفان موقعه كل لحظة بكل لحظة بالخريطة هي وين هو وشو حواليه، إذا حواليه مثلا مكان فارغ فهو بيحط على الخريطة مكعبات لونها أبيض أو مربعات لونها أبيض، أما إذا حواليه عوائق فهو بيحطها بلون أسود، أما المكان الرمادي فهو بيعبر عن مكان غير مألوف لأنه لسه ما اكتشفه هو ما شافه لحتى يعرف إذا فيه عائق فيه مكان فارغ بيحسن يتنقل فيه ولا لا. هلأ بالإضافة أنه هذا الروبوت بيحسن يتجاوز العوائق اللي بتطلع بوشه. خلينا نقول أنه نحن بنينا خريطة لمخبر المشاريع وحطينا مكعبات بوش الروبوت تمام وعطينا هدف بعد المكعبات هدول اللي طلعوا بوشه، فهو كمان كان باني هالخريطة هاي بالأساس ومخزنة عنده تمام. طيب وقت شاف المكعب يعني مواجهه فهو رجع حدث على الخريطة الموجودة عنده وضاف هذا المكعب، وبالإضافة عمل خلينا نقول طريق يعني طريق تاني لحتى يولد مسار فاضي من ما في فارغ من العوائق ويوصل للهدف بدون ما يخبط بالمكعب ولا بالكرسي ولا بالطاوله ولا باي شيء. فالاستخدامات تبعه يعني خلينا نقول هي عديده، منها بالمخازن بالمعامل اي تطبيق يناسب البيئات يعني لشيء تنقل ذاتي بشكل ذاتي داخليا يعني داخل ابنيه داخل مستودعات، فانا بحاول يكون يناسب البيئات من خلال التنقل يعني يناسب البيئات من خلال التنقل تمام اكيد. هلا هذا الشيء يعني بيعتمد على تصميم الروبوت حسب مثلا خلينا نقول اذا طريق وعره فنحن بدنا دواليب تناسب هذا الطريق، اذا طريق يعني ارض عادي ملساء فدواليب تتغير يعني حسب التطبيق. كمان في طبعا تطبيقات ثانيه مثل انه خلينا نقول الدرونز اللي هي الطائرات المسيره، كمان هي بتستخدم هي التقنيه الفيجوال سلام تستخدمها بعماله كمان ممكن يعني تطبق فيها الفيجوال سلام، بس نحن طبقناها على خلينا نقول روبوت سيار متنقل داخليا بالابنيه. طيب دكتور نحن ممكن هذا المشروع يتم دمجه مع روبوتات موجودة سابقا، يعني ممكن الاستخدام تطوير اللي يشتغلوا بهذا التطبيق بأنه يدخل بروبوتات تانية موجودة فنحن نطور لعملها من خلال هذا الشيء اللي هن درسوا؟ بلا شك أكيد، وهذا الشيء هو يعني معظم مشاريعنا هي لبنات منفصلة وممكن بكل بساطة نكاملها مع بعض بحيث تنتج منتج يقوم بأداء حسب التطبيق المحتاجينه. يعني هلأ ضمن الصورة اللي عم نشوفها على الشاشة في عندي حاسب أنه بدي قدرة حسابية لمعالجة المعلومات البصرية. فالاتجاه الحالي نحن هلأ بالتقدم التقني هي الحوسبة السحابية، يعني الحوسبة تتم على الكلاود على ديتا سنتر على مركز معطيات ومركز معالجة، وعم نتجه باتجاه شبكات الجيل الخامس اللي هي سرعتها كتير عالية يعني الديلي بالواحد ميلي ثاني. فلذلك ممكن كل هالحوسبة هي الكتلة الحسابية تم عن طريق شبكي على ديتا سنتر، وبالتالي أنا خفف حجم هذا الروبو صغره ويصير يقوم بأداء مهام أخرى مختلفة تماما كامله معها. الاتجاه الحالي هو الأساس بهذا الروبوت هو الكاميرا والمعلومات المرئية وهو اتجاه حديث تماما. الإسلام موجودة من بجوز من عام 70 أو قبل الإسلام التقليدية، ولكن نحن هنا بخوارزمية فيجوال إسلام الحلقة مغلقة عن طريق كاميرا عن طريق معلومات بصرية، وهذا السبب بسيط. نحن في عصر تقدم رقمي هائل وهذا التقدم الرقمي دخل بمعظم المجالات وبشكل خصوصي صناعة الكاميرات الرقمية. لاحظوا على الموبايل صار عندنا 3 كاميرات أو أكثر أو كاميرتين على الأقل وبشكل مدمج وعالية الدقة، صحيح. فما بالك بروبوت اللي هو عم بيقلد البصر البشر. فأكيد لازم نعطيها القدرة على الرؤية والتفاعل مع البيئة، فهذه القدرة على التفاعل وهذه الخوارزمية ممكن مكاملتها مع أي روبوت آخر بحيث يقوم بأي مهمة.
أكيد سعيدين جدا بوجودكم. الدكتور رؤوف حمدان المشرف على المشروع والطالبة رهف الزيات، نتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله يا رب هيك نشوفك كمان المشاركة بمسابقات على مستوى إن شاء العالم الله. إن شاء الله هلأ انطرونا بمسابقة تميز، ونحن إن شاء الله كمان يعني حابين إن شاء الله أن نفوز ونجيب مركز يا رب. بس كمان بالإضافة أنه نحن فزنا بالمركز الأول بمعرض المشاريع وبالمسابقة الجامعية لعلوم الروبوتك والأنظمة الذكية اللي نظمتها هيئة التميز والإبداع بإدارة الأستاذة هلا الدقاق. إن شاء الله ألف مبروك وإن شاء الله شكراً مثل ما قلتي نكون على مستوى العالم تكون المشاركة ونرجع نستضيفكم من أول جديد. يعطيكم ألف عافية. شكرا لكم، وبتمنى للشباب أكيد بتوقع لهم مستقبل حافل بالإنجازات العلمية. عندنا مجموعة من الطلاب الشبيهين ببشر ورهف اللي بتمنى لهم مستقبل كثير باهر يا رب. شكرا لكم ولإشرافكم أيضا عليهم والحفاظ دائما على المستوى التقدم بالعلم. هذا واجبنا، هذا أقل ما نقدمه. شكرا لكم. أما هلا نور فصار وقت لننتقل لغرفة الأخبار للاطلاع على آخر المستجدات اللي عم تشهدها الساحة السياسية محليا عربيا وعالميا مع زميلتي شيرين مصطفى. يسعد صباحك شيرين. صباح الخير سلمى. مشاهدينا موجز لأهم الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية أعضائها اعتماد قرار لصالح جولان السوري المحتل، يؤكد أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها عليه لاغ وباطل ولا أثر قانوني له وطلبتها بإلغائه. وطالب قرار الجمعية العامة إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أكد خلال جلسة الجمعية العامة أن الموقف المحق للجمعية العامة والمنسجم مع مبادئ ومقاصد ميثاق المنظمة الدولية أكده مجلس الأمن في قراره رقم 497 برفضه قرار الاحتلال الإسرائيلي بشأن الجولان السوري المحتل واعتباره باطلا ولاغيا وليس له أي أثر قانوني. دأبت الجمعية العامة في القرارات التي تعتمدها سنويا ومنذ أكثر من خمسة عقود على مطالبة إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلالها للجولان السوري، وتأكيدها على أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل هي إجراءات غير قانونية وباطلة ولاغية ولا أثر لها على الإطلاق. شدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحام المسجد الأقصى، وذكرت وكالة وفاء أن 150 مستوطنا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة من قوات الاحتلال التي تشدد من إجراءاتها في البلدة القديمة من القدس لمنع وصول المصلين إلى المسجد. وفي خبرنا الأخير، أكد الوفد الإيراني إلى مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي أولوية إلغاء الحظر المفروض على إيران خلال هذه المباحثات. ووفقا لما نقله التلفزيون الإيراني عن مصادر مقربة من الوفد، فإنه لن يتراجع أو يتنازل عن المطالب المحقة لإيران أمام جداول زمنية أو مهل غير واقعية، مشددة على أنه على الإدارة الأمريكية الحالية أن تبادر إلى إلغاء الحظر باعتبارها الطرف الذي انسحب من الاتفاق النووية. ختام الموجز، والآن أعود إليك سلمى. شكرا لك شيرين من غرفة الأخبار، وأكيد مشاهدينا مستمرين بصباحنا غير نرجع نصبح عليهم ونقول لهم صباح الخير لكل يلي انضم لنا هلأ وعم يحضرنا. أكيد أكيد ننتقل سلمى لفقرتنا الأخيرة، وموضوع جدا مهم رح نحكي عنه، العنف ضد المرأة. يمكن مهما تطور المجتمع والأسرة والبيئة ما زالت المرأة اليوم تتعرض للعنف. متى ما تسكر الباب إن كانت ممكن تتعرض للعنف على يد زوجها، على يد أبوها، على يد أخوها. عم نسمع للأسف ونحن على أبواب عام 2022
إلى اليوم ضمن مجتمعاتنا تتعرض المرأة للعنف حتى يؤدي إلى فقدان حياتها. لنحكي عن الرادع القانوني للعنف ضد المرأة. معنا الأستاذة المحامية ساهر أقبيق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. سعد صباحكم وصباح جميع الأقل المشاهدين والمشاهدات بكل أنحاء سوريا. أهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش اليوم طبعا ونحكي عن العنف ضد المرأة أو الفتاة وكيف عرفوا القانون. تماما. باعتبار ظاهرة العنف هي ظاهرة عالمية، الإعلان العالمي للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2003 عرف لي العنف بهو كل اعتداء أو عمل عنيف قائم على أساس الجنس، طبعا كأنه جنس هي كأنثى، بيسبب أذى ومعاناة للمرأة من الناحية الجسدية والنفسية وجنسية. طبعا بيدخل ضمن هذا التعريف التهديد بكل أشكاله، أيضا حرمانها من حريتها أو الحد منها سواء بحياتها الخاصة أو العامة. طبعا متى ما ذكرنا أنه هي ظاهرة عالمية، للأسف حوالي 3 نساء العالم بتتعرض للعنف، يعني فينا نقول أنه سيدة من كل 3 سيدات بتعاني من ظاهرة العنف. طبعا هي من عدة مشكلة، من أكثر مشاكل وانتهاكات حقوق الإنسان انتشارا وتوسعا. ليه؟ لأنه بيحط فيها ظواهر الإفلات من العقاب والصمت. طبعا أكيد العنف هو ما حيبرز من لا شيء، أكيد في له أسبابه اللي هي ممكن تكون عدم وجود قوانين رادعة، أيضا حالات الفهم الخاطئ للدين، وفي عنا موضوع هذا كتير اللي بيأثر نحن فينا أنه العادات والتقاليد. طبعا البنت أو الفتاة أو المرأة الزوجة بتتعرض للعنف، رقم هذا الشيء بتقابل هذا السلوك العنف بالقبول، ما بتعترض عليه كلام المجتمع. يعني مثلا القانون عنا نحن هون بيورث المرأة، لكن العادات والتقاليد بتحرمها، ما هي بتخاف أنه تتعدى على القوانين والأعراف وبتتنازل عن حصتها الأرثية. أيضا في عنا نحن موضوع تفشي الجهل، الفقر، الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، الأزمات الإنسانية، مثل نحن بمخيمات النزوح للأسف بيعانوا الفتيات من كتير أشكال عنف، الأخص منها هي زواج القاصرات. في عنا أيضا بيع للأعمال المنزلية للأسف. أيضا في عنا موضوع الإدمان على شرب الكحول وتناول المخدرات، هذا بيزيد من حالات التحرش الجنسي وغير أسباب كثيرة. أستاذة خلينا نحكي عن صور وأشكال العنف ضد المرأة، هي ظاهرة على مستوى العالم، يعني عم نشوفها للأسف، وكل ما تطور العلم وكل ما تطورنا وصرنا على أبواب 2022 ما زالت المرأة تعرض للعنف في أشكال وصور له وغير مبرر. يعني تعرض المرأة للعنف تحت أي بند اليوم؟ تماما. على رأسها العنف الجسدي اللي بيتمثل بضربة إيذاء، للأسف في حالات بتوصل للقتل. في عنا العنف النفسي اللي هو الإيذاء النفسية، التشكيك بسلوك المرأة، تهديد، التخويف. في عنا السلوك العاطفي اللي هو العنف العاطفي اللي هو بتلفظ بألفاظ الشتائم، القدح، الذم، حتى التنمر عبر الانترنت. في عنا العنف المنزلي، كيف بيكون بالمنزل الواحد في تفرقة ما بين الأولاد الذكور والأولاد البنات. تماما. في عنا الحالة الثانية اللي في العنف اللي بتعرض له بالعمل، المرأة العاملة اللي بتخدم بالمنازل ممكن تعرض بالعنف خلال الاعتداء عليها، حرمانها من حقوقها. أيضا العنف الاقتصادي، هذا كيف بيكون؟ بيكون بالسيطرة على أموال الزوجة أو أموال المرأة، ممكن يكون حرمانها بالقوة من العمل، ممكن يكون عدم تأمين مستلزماتها، حتى في حالات بيجبروها على التسول للحصول على الأموال. في عنا أيضا العنف اللي بيتمارس على السيدات المسنات، هذا بيكون عن طريق إساءة معاملتهم، تتعرض لهم من قبل مين بيرعاهم سواء كان داخل المنزل أو في مراكز رعاية المسنات. طبعا المسنين كل مين المسنة كل مين بلغت 60 سنة فما فوق. أيضا في عنا العنف اللي هو بتعرض له بحكم جرائم الشرف، وللأسف بيتخذوها مثل تبرير. صحيح. تماما. تبرير لتصرفاتهم، هي بتكون بالأصل بدافع الانتقام أو لدوافع شخصية، إنه عدم زواجه من ابن عمه، عدم قبوله من الزواج من الأقارب. هي أغلب صور وأشكال العنف اللي بتتعرض لها المرأة أو الفتاة في سوريا. نعم. وبالعالم بشكل عام. طيب خلينا نحكي أستاذة اليوم عن العواقب اللي ممكن تكون قانونية تجاه المعنف والذي يقوم بفعل التعنيف. أيضا اليوم كيف نظر المشرع السوري إلى هذا النوع من الجرائم؟
تماما. هلا بالنسبه للمشرع السوري نحن ما كان في عندنا تعريف صريح وواضح للعنف، وايضا ما في نصوص قوانيه رادعه بشكل ايضا صريح، لكن الدستور السوري اللي هو اسمى القوانين نص بصريح مواده على ان الرجل والمراه متساوون في الدستور امام القانون من حيث المواطنه. ايضا نحن المراه السوريه داخله بجميع مفاصل القرار بالدوله السوريه، بجميع مفاصل القرارات والسياده بدءا من منصب نائب رئيس الجمهوريه، مستشاره رئاسه، وزيرات، نائبات برلمان، رؤساء منظمات شعبيه واحزاب وغيرها بالسلك الدبلوماسي بالقضاء. القانون السوري عمل على دائما معالجه القوانين التمييزيه والحد منها بدالة بمواد لصالح المراه، مثل اخر تعديل صدر عنا بقانون الاحوال الشخصيه السوري اللي كثير اعطى حقوقها للمراه بصراحه كانت مغيبه، مثل رفع سن الحضانه ل 15 سنه، اعطى المحضون امكانيه التخيير بين والده او والدته، ايضا رفع سن الزواج ل 18 سنه، اعطى المراه حقها بتقييد عقد الزواج بشروط خاصه مثل امكانيه العمل، طبعا وضع العصمه بايدها بيد الزوجة، أيضا أنه عدم الزواج من زوجة ثانية أو عدم التواجد مع الزوجة الثانية بنفس المنزل. أيضا في حالات أنه أعطى المهور قيمة القوة الشرائية للسعر الليرة يعني عند المطالبة فيها، يعني رفع، لأنه بنعرف نحن مهور عنا أحيانا ثمان تماما، وبنتيجة التضخم أعطى أنه ممكن الزوجة تقدر تحصل مهرة بحسب قيمة الشرائية تماما بيوم بتاريخ المطالبة. أيضا منع سفر الطفل من دون الموافقة الأب والأم معا، كان سابقا فقط موافقة الأب صحيح. تماما صارت الأب والأم معا، يعني أعطاها حقوق، حتى منع الأب من تزويج بنته لو كان بدون موافقة صريحة، يطلب موافقة صريحة حتى لو كان في وكالة مفوض فيها، بس لكن يشترط الموافقة الصريحة. أيضا لفتة كمان بقانون السوري أن في عندنا موضوع جرائم الشرف سابقا كانت تعتبر تماما كانت تعتبر من العذر محل، بعدين بالتعديل عليها بال 2009 أصبحت طبعا كيف هي بتكون من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته بجرم السن المجهود أو بصلات جنسية فحشاء كانت يعد يستفيد من العذر المحل. بال 2009 أصبحت عقوبتها سنتين، بال 2019 تعدل عليها أصبحت من 5 إلى 7 سنوات، بال 2020 ألغى العذر المخفف نهائيا صحيح. أصبح يعامل كمجرم عادي تماما، يعني يعامل مرتكب هاي جرائم ك مرتكب اي جريمه اخرى تماما. ايضا في موضوع القانون تطرق له بموضوع التحرش تماما، سواء التحرش جسدي او لفظي والافعال المنافيه للحشمه عاقب عليها، وايضا عدل على الماده اللي بتعفي المغتصب من العقوبه ان كان تم الزواج بالمجني صحيح. عليها وعقبه بالحبس لمده سنتين. مثل ما ذكرت يمكن استاذه تم تعديل كثير من البنود ضمن قانون الاحوال الشخصيه لا تضمن المرأة حقوقها اليوم، ورغم ذلك ما زالت المرأة تتعرض للعنف في مجتمعاتنا. خلينا نحكي قديش فعليا كمان يجب زيادة بنود لصالح المرأة قانونيا تمام. والحلول الفاعلة على أرض الواقع لحماية المرأة من العنف، لأنه أحيانا المرأة تشارك بتعنيف نفسها من خلال السكوت صحيح. على هذا العنف، لأنه أساسا ما في سند، يعني صحيح. كان كنا سابقا نسمع والآن يعني في عم يكون في تكتم، عم تسمعي على مواقع التواصل الاجتماعي بحالات يعني لهلا بتسمعيها وما بتصدقيها، وللاسف حتى جمعيات لدعم المراه بشكل قوي لانه في خوف يعني تجاه التعبير الصريح للمراه لتقول انه تعرضت للعنف. كيف فينا نعمل حلول فاعله قانونيا؟ ما زال القانون يحتاج الى اضافه بنود يعني تعدل بشكل كبير، واضافه يمكن نقول قانون كامل للمرأة ضمن الأحوال الشخصية وضمن مجتمعاتنا من خلال الجمعيات، من خلال فينا نقول المجتمع المحلي الفاعل تماما. على رأسها أهم شيء أنه نحاول نعد لجنة بشكل مستمر يكون عملها متواصل لدراسة القوانين التمييزية بجميع التشريعات السورية، نحاول نشوف شو في مواد فيها عنصرية تجاه المرأة نعدلها. على رأسها مثل الطلاق التعسفي اللي هو طلاق بيكون بإرادة الزوجة المنفردة للزوجة آخر شيء بتدرى فيه، هون بهذا الموضوع هو لحاله هذا عنف بحد ذاته. أيضا نحن يكون عنا دائما أنه في إطلاق حملات توعية بشكل مستمرة، ويكون في عنا خط ساخن للنجدة. أيضا تفعيل دور المنظمات
أو الجمعيات فينا نقول الأهلية والمدنية ورجال الدين تماما والإصلاح، بعدين رفض أي سلوك قائم على العنف مهما كان حجمه. صحيح. بعدين كمان في عنا موضوع أنه لازم نحن نسن تشريعات صارمة بتحاقب تماما. أنت بتطلع على القانون بتقول يجب أن يكون ضمن هذا القانون واحد واثنين وثلاثة تماما، هلا لما بيكون نحن في عنا يعني تماما فيكون في عنا تشريعات صارمة بتعاقب المجني عليه بعقوبة، مع تشديد العقوبة وتعويض المرأة أكيد حيكون الشخص حيفكر ألف مرة قبل ما يمارس التعنيف على المرأة لما بيكون في قوانين رادعة وعقوبات شديدة طبعا مع التعويض. أيضا يكون بنفس الوقت يكون في أماكن بحس الجألة المعنفة، في حين أنه للأسف يعني على اللفظ أنه هربت من المكان اللي عم يتمارس فيه العنف يكون في أماكن تلاقي فيها الراحة والأمان. أيضا في عندي موضوع أنه نشتغل على إعادة دعمهم، طبعا هن بيكونوا ضحايا للأسف العنف الجسدي والنفسي بيكونوا محطمين. صحيح. أنا بدي أشتغل على إعادة تأهيلهم مشان دمجهم بالمجتمع، وايضا تفعيل دور الرعايه تبع تكون للمنظمات او لهيئه وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل بتشجعهم فيها على ممارسه مهارات تعلم حرفه معينه مشان اكتساب المال، مشان نبعد عن الجو كله هذا اللي فيه تعريف، يعني بتصير في استقلال نوعا ما مالي للمراه المعنفه. اكيد يعني بنتمنى دائما يكون كل مشكلة لها حل بالقانون ويكون هالقانون داعم للمرأة ولكل أفراد المجتمع. بالختام نشكرك أستاذة سهير أقبيق المحامية على تواجدك وعلى كل المعلومات اللي قدمتي. يا هلا فيكي. بس بدي نوه فقرة أخيرة بحب أختم أنه العنف هو ظاهرة بتعكس مدى حضارة المجتمع ومدى صحيح. احترام الإنسان لنفسه ومدى احترام الإنسان للإنسان. نحن بنرفض العنف كل أشكاله سواء تجاه المرأة أو تجاه الرجل أو تجاه الطفل أو تجاه الحيوان. بالأخير بنوجه تحية أكيد لكل شخص بيحترم المرأة وبيعاملها بإنسانية وبيعتبر موطن له. بتشكركم على الاستضافة. أكيد كل مرأة عم تتابعنا اليوم، ممنوع تعنف المرأة، لازم كل النساء تتكلم بصوت عالي لأنه تحت أي مبرر وصلنا على أبواب 2022 وما زالت تتعرض للعنف والمشكلة المحيط والبيئة والمجتمع بيبرر الفاعل للأسف. صحيح. فبدي أذكرك أكيد وبدنا نوجه تحية لكل النساء السوريات. شكرا كثير لك. يا هلا، يسعد صباحكم. يا هلا فيك. شكرا لك. لهون سلمى بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام، ملتقانا بكرة على شاشة الأخبارية السورية بالتاسعة صباحا. بنتمنى بقية نهار بيحمل الراحة والبركة والخير لكل الناس وأكيد راحة البال. نهارك سعيد سلمى. نهارك سعيد نورة. أكيد يذكر أنه نحن على صفحة صباحنا غير من يوم 24/11 اللي هو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ذكرنا أنه فيكم تشاركونا بأي قصة أو بأي استشارة بتحبوا تكون موجودة ضمن صباحنا غير بال 16 يوم الحملة لمناهضة العنف ضد المرأة. وأكيد تحية لكل السيدات السوريات ولكل سيدات بالعالم، كوني قوية لأنك أنت القادرة دائما على حماية نفسك وعلى المضي إلى الأمام. ضلوا بألف خير. باي باي. باي باي.